قسمه. الثاني التمائم. التمائم ايش قلنا السابق؟ كلها شرك وارتاح، الا اذا كانت من القران فهي محرمه. لماذا قلنا بالتحريم؟ لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم، ولكراهيه السلف. الكراهه عند السلف تحريم، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه. والثالث فيها فتح باب شرع للناس، هذا يضع كمية من القرآن، هذا يراه يظن أن التمائم كلها جائزة، سد الباب. الرابع فيها امتهان للقرآن. لماذا؟ لأن الآن يدخل بها للحمام، وإذا كانت على الغلام الصغير قد يأتيها شيئا من بول الغلام. فالتمائم كلها من الشرك إذا كانت من القرآن. إذن إخواننا لا نعلق أي شيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه، من يحفظ لنا هذه الأشياء؟ من يحفظ أولادنا، بيوتنا، سياراتنا؟ الله سبحانه وتعالى. وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. باب ما جاء في الرقى والتمام. طيب، من تعلق تميما أو تعلق ودعا، ودعا أشياء تؤخذ من البحر، أصداف يضعوها قلنا على البيوت يزعموا أنها تدفع العين وكذا، رأينا إنسان عليه تميمة، إيش نقول له؟ ندعو عليه؟ كيف؟ لا، ها؟ لا أتم الله لك، وإذا ودع لا ودع الله، لا ترك الله لك. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: مخاطبة هذا تؤدي إلى شحناء ممكن، خصوم أو تنفير، فماذا تصنع؟ في الحديث لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو عليه بالخطاب مباشرة. تقول: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الأخ وهو يمشي الآن في الساحات الحرم وجد امرأة سافرة، نسأل العافية السلام، يقول: الله يلعنك يا ملعون ويلعن بجابك. لا، ما يمكن. قال: عندي حديث. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يأمر أن تخاطبها بماذا؟ باللعن. إما أن تقرأ الحديث وما يلزم أن تسمعها أصلا، تقول: اللهم العن كل سابر، وإذا أردت تعظها تقول: اتق الله يا أمت الله حتى لا تكوني من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعنهم. مفهوم؟ وعلى هذا الأحاديث مفهوم. إذا هناك فرق بين أن تذكر لعن أصحاب المعاصي على وجه العموم لا التخصيص. طيب، نعم.